السلام عليكم البنات، نهار جديد، فيديو جديد. كي كتشوفوا اليوم راه وجد معكم المروزيه بالغنمي، كتوجد بطريقه سهله ومقادير دغيا دغيا، يعني طبق ديال الزربه. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. هانتوما نخليكم معايا، دوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا كميه، انا عندي هنا كتف ديال الغنمي مقطع، اللي بغى يدير البكري يديرو اسهل ما يكون. عندي بصله هنا كبيره وجوج دروس ديال الثومه محكوكين، اللي بغى يطحنهم في الماكينه هكا يطحنهم. عندي معلقه كبيره فيها الزيت البلديه والزيت ديال الطياب، زيت روميه، البزار مليحه، معلقه صغيره ديال المروزيه، سكنجبير، شويه سمن بلدي، والقرفه. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. انا شوف غناخذ الكوكوط اللي بغا يطيبو في كامل يطيبو، يعني كل واحد يدير اللي كيسلكو. غنحطو هذيك الكميه اللي عندنا، كيوجد في وقت وجيز وما تياخدش ما كياخدش وقت كبير، زعما اي واحد يقدر يوجدو. عندي غير بصله واحده محكوكه معها جوج ريوسه ديال الثوم، حيت الغنمي كيكون البنات مجهد شويه. ندير الملحه، ندير البزار، مروزيه، سكنجبير، سمن، وعود القرفة. شوية زعفران، كي كتشوفوا البنات نسيتو زعفران شعرة. إلا وجدتو قبل من الأحسن ترقدوه في شوية الماء، أنا نسيتو. والخرقوم بلدي، نسيت ما قلتوش ما جبتوش. وغناخدو زيت معلقة فقط، حيت الغنمي البنات كيكون مجهد. صافي وغنحاولو نحركو. باش تدخل ليا تنسجم ليا العطرية في هاد الحيمات وصافي. ويستحسن البنات تديرو وما ديروش الزيت، ديرو غير العطرية. بحال بغيتو ديروه الغدا ترقدوه في الليل، ولا غديروه العشاء ترقدوه مع الصباح. انا ما كنتش دايره في البروغرام هادشي، علاش غنطيبونيش ماشي مشكل. صافي غادي نروي، حيت ما تنقليش، غير كنروي وندير عليه الماء. عندي غنزينو بالزبيب، غادي الزبيب دابا غادي نرقدو في الماء طايب باش تحيدو منو الدهون ديالو. وغندير له المشماش واللوز. هانتوما معايا، كي كتلاحظوا البنات شعلت عليه. صافي دابا ملي خلطت العطريه مع اللحم، انا غنروي بالماء دافي الى لاحظتوا، على حساب الكميه اللي غتقدني. غادي نسد عليه ونطلقاو البنات. دابا صافي ملي سديت عليه في ودرت سديت الكوكوط ودرت الصفاره، درت في الكاسرونه هنايا شويه الماء يطيب باش غادي نسلق فيه اللوز. صافي البنات ها هو الماء غلى ليا، هنا راحتو. غنشد اللوز ديالي ونحطو هنا باش نديرو. غناخد الكاسرونه غندوز نعسل نعسلو المشمش الصباح هذا مكتبش عليا باقا دايخه شويه. المهم غندير شويه القرفه وغندير الماء. كي
كنت جاده غير بايدي ما عرفتش كيفاش ندير. وغنديروا السكر وغندير شويه المزهر غير شويه ماشي بزاف. معلقه صغيره ديال الزبده صافي. وغنديروا على النار حتى يدير ليا ويتعسل ونتلاقى. اذا كتشوفوا البنات صافي هادشي راه طاب تقريبا. دابا غادي نزيد الزبيب. شوفوا ملي رقدتو راه تنفخ. صافي وغنخليها شويه تشرب شويه ونتلاقى. البنات كتلاحظوا ها هو طاب لينا. هاد المرحلة غنزيد واحد المعلقة ديال العسل ونهبطها ونتلاقى. صافي هبط العسل ديالي كيشو هو راه جامد وغادي تنقصو هاد المرحلة صافي حيت كلشي طاب. هاد العسل هو اللي غيخليه يتعلق لينا وغتلاحظوا اللون ديالو غادي يتبدل غيولي حمر محمر غيولي محمر. ومرة مرة تبقاو تحركوا الاناء بحال هكا باش ما يلصقش لكم اللحم مع العسل وما يتحرقش لكم. مره مره تحركوا وصافي. وها هو اللوز كيتحمر والمشماش وجد. ما بقى لي غير ندوز نحطوه في طبق التقديم.